الستة دي بكتشوف زي ممكن الحقيقة أنا أشوف إيه كي زي نعم me and I and myself حياتي حياتي مشكلة ما أقدرش نقول ما أقدرش نقول عليها إنها مشكلة بس تعودت عليها وتعودت عليها كان كي طرح شخصي واحد من أصحابي لما رفضني يقول لهم شكون هذا كاين يعرفوني يقول لك أكسل ليكريفا بلوغر ديسيناتور أرتيست كذا كاين دارنا دارنا أنا كيفكم واش راح يقولوا لي هذا إنسان مجنون باص كان صحابي ثاني يقول لي عشوائي وما تخمم تاعي بزاف ولكن انا في الحقيقه شخص تاعي كان يعاني من حاله واحده اللي هي لا ديبرسيون شكون منكم عانى لا ديبرسيون هذا مكاننا شكون منكم خواف حنقولكم حاجة، أنا واحد من الناس نخاف ياسر، خاف نحكي قدام غاشي كيما نتوما هكا، سي لا بوميييغ فوا لي راح نحكي قدام غاشي، ولكن لقيت حل أنا، تسمى فكرت، خممت في المخاوف تاعي، حاولت نطرح الأسئلة. في العالم في كل 30 ثانية كان شخص حيتدبس كما أنا في العالم بين دار ودار كان واحد يدبس مدينة بلاد وبلاد كان أناس يعانيون من لابيكسيون الاكتئاب بصح عامة نعرف الاكتئاب على أساس أنه حالة حزن صادمس انا حزين رجاش انطوائي مبرزمه وحدي ما نخممش مع الغاشي ولكن الاكتئاب هي حاله شعوريه حاله شعوريه تصرى للانسان لانه ممكن مش الناس الكل ولا البعض كافيغوري لي ديباساو لا ديغري تاع لا ديبرسيون حتى الوسط في الفون هذوك الناس يسموهم لي زارتيست زارتيست مش هذاك اللي يحاول يرسم رسمه يعبر عليها على حياته زارتيست هو كل انسان يحاول يلقى نمط معيشه تاعو نمط معيشه هو اللي يحده هو اللي يخلقه انا صراحه كان عندي ماي ايفل الارتيست اللي هو فان جوخ فانسونت فان جوخ هو فنان هولندي شحال عاش معروف بالبنتر تاعو مي اوسي معروف بانه يكتب فان جوخ قبل ما يرسم اي رسمه كان يكتب عليها وقبل ما يكتب عليها كان يرقد يرقد كان يحلم مش كيما انت فانسون فان جوخ كان يجيه بعض التساؤلات لأنه كان يعاني من الديبرسيون على أساس عنده شخصيتين شخصية اللي هو الفنان المدمن على الكحول والدروج وكذا والشخصية أنه كان يدعو للديانة المسيحية تاعو هذا الشيء لبي الله ولا ريليجيون الدين خلاه يدخل في واحد الانقسام شخصية كبير ياسر حتى أحيانا كان يخمم في البلاصة أنه ينتحر أنه جات قدام تخيمة فانسون فان جوخ صراحة كان يعجبني بزاف ملي كان عندي 12 سنة كنت جور انسبيري منه كنت نصلي طابلو كيما هو نحاول نقلد وكذا في أبد لكم اكتشفت بلي راهو أخبار فنان
أقبل فنان عليها، لأنه نهار وصل المرحلة إنه النار تاعه دحي بان المشاكل تاعه ولا الشعور تاعه ترجمه سواء في لوحة فنية ولا في كتابات الخوه ليو، جات واحد الإمبريسيون انفصل من عند هو صديقته. هذا الشيء خمم ديريكت في حاجة واحدة، أنه يرسم طابلو واحد اللي هو يسموه لامي إيطوالي. هذا بعد جزء منه في لامي إيطوالي حاول يترجم فان جوخ إحساسه الأخير اللي هو أنه ينتحر، لأنه كان شايف حاجة واحدة برك، أنه الاكتئاب تاعو هذاك عنده حل واحد اللي هو الانتحار. ولكن فانسون فان جوخ لأنه غبي هون اليوم عن قرايته غبي ما حاولش يستثمر في الأفكار تاعو باش تبقى، لأنه كان عنده وصل الحل واحد اللي هو الفن. الفن اللي هو كما نسميها هنا الأثر الخالد، يبقى على دوم الحياة ديما يبقى. أي لوحة فنية راح ترسمها كما شفت اللوحات في الغرفة مازالو كاينين، تسمى أثر حيبقى على الدوام. ولكن هو زرب روحه وانتحر. لي صوت أنا مش انتحر يعني، ولكن حاولت صراحة جور لا ديبرسيون نخليها سورس دانسبيراسيون. لا ديبرسيون درت راني نحاول باش نقدر نرجعها مود دي، لانه باش تقدر انك تستغنى على لا ديبرسيون باسكو راهي حاجه شعور انساني حيبقى معاك على الدوام ما تقدرش تخلص منه ابدا، سواء لا ديبرسيون تاعها كانت قليله كبيره صغيره. المهم بغيت ندير حاجه، بغيت نخلي ورقه بيضاء قدامي نسيت ما جاتش الوطنون تاعي، ورقه بيضاء شاك فوا تجيني لا ديبرسيون نكتب فيها حاجه. شاك فوا تجيني لا ديبرسيون جور نحاول نترجمها مثلا في تكست في ارتيكل مع لي بلوغ اللي ما كنت معاهم، حاجه تعبر عليا انا على اكسل، بصح حاجه مفيده. انا ممكن قدرت نلقى الاثر الخالد هذاك من زمان مانيش معتبره اثر خالد، اللي هو الكتابه. بعد ما انفصلت لمده من الرسم ما عادش نرسم، مؤخرا جاتني واحد الفكره هذه تقول ان الذهن البشري هذا هو وعاء من الذهب، وعاء من الذهب لانه في العالم راح يكون فارغ. اي افكار اي وجهه نظر اي شعور راح يجي نسمو نملئ به الذهن هذاك، لذلك لازم علينا حاجه واحده برك ان نخيروا هذاك الذهن. ما نحاولوش ان كما عرفنا والدينا يديروا، لازمك نشوفوا مع الوضع ونشوفوا كيفاه نمشيو معاه. لازم الافكار تاعنا حتى نتقيس الافكار تاع والدينا. حاولت ندير حاجه، علاه ما نخلقوش حاجه؟ علاه ما نجموش نخلقو شعورنا في حاجه؟ لا اول طابلو من رجعت نرسم كان بعد لا ديبرسيون كبيره في حياتنا، كنت حاط روحي فيلوزوف ارتيست اكليفان ارشيتكت. كان في نيو بيرسبشن كومبيتيشن، كنت بارمي لي بارتيسيبون من المشاركين، كانت عندي فكره باش نخلق نعاون لي زيتيديون اون ارشيتيكتور باش يلقاو لي زيدي تاعهم في كونسيبسيون. كان عندنا مشكل كبير ان كي تعودوا مقابلين ورقه بيضاء ما نقدروش اللي نجيبوا لي زيدي تاعنا، كنا نخافوا الخوف هذا كيما راني خايف هكا انا نهضر قدامكم وخايف كيف
هو شيء طبيعي نورمال. هذا نخاف نهضر. طلعت درت البريزونطاسيون تاعي اللي كانت ما نحكي حتى الاصل ما نحكي لهمش. انا اليوم تعقدت من 2014 تعقدت ما عدتش ندير طول عدت مشي نرجع الى لي بلوغ ورا البيسي اكتب لي زارتيكل تاعك فيسبوك كثر خيرهم اللي عرفني الناس جبت وحدي جبت وحدي وخممت في حاجه واحده لازمت لي ممكن فانكوف خمم في اثر الخال انا خممت في النهر هذاك اللي راح لاني كنت مؤمن بروحي بلي انسان مبدع قادر نكري اي حاجه قادر نخلق اي حاجه صدفه جاءت صدفه اني نشارك في الوركشوب في صرفه سنتين اللي هو لاربوتش افريكا لاربوتش افريكا مثلا نقول هو تجربه اللي غيرت حياتي كامل جور من الزيرو رجعت قدمت الان بديت نمشي لاربوتش افريكا هي ورشه للسياسات الثقافيه والابداع الفني مجموعة فنانين ولا مجموعة الواحد على حسب الاختصاص تاعو في الفن اكتشفت حاجة واحدة أنه أكسل يكون من جوج عباد مش ثلاثة جوج عباد هو الإنسان والإنسان المجنون الإنسان المجنون الإنسان هذاك مبدع ليقدر يبوسي الإنسان العادي هو أكسل باش يخلق حاجة في المجتمع بعدها مباشرة حاولت نخلق الفضاء تاعي اللي هو باش نكون ناشط ثقافي ناشط لأنني كنت من محبي الثقافة الجزائرية لتنوعها ما في عدنا نخافوا من الديفيرسيتي كولتيرال تاعنا عدنا نخافوا بزاف عدنا كاين كليشي كاين شاوي قبايلي عربي مزابي ما كنت حدا لا سورس في لاكولتور تاعنا كبيرة لا سورس ديسبيرسيون كبيرة ياسر عدت نشوف انو اللحظة تاع الخوف ولا اللحظة تاع الألم اللي نحس عدت نشوف فيها حاجة أخرى عدت نشوف فيها بلي انها حاجة جور من الطبيعة البشرية لازم نخاف بس لازم نشوف الخوف تاعي الحاجة ارتستيك رجعت نكتب وبديت نكتب في واحد الرومون اسمها كرونيكا كرونيكا هي زهرة زهرة تنبت من كل ألم خوف راح نديروه هي الترياق تاع أي حاجة نخافوا منها قدرنا تحكي كاين واحد تحكي له ديبرسيون من علاقة مثلا صراتو مع انفصلوا مثلا كاينش لي وحدة وانفصلوا كاين واحد نكبة باه كاين واحد كل واحد عندنا أكل القاعة هذه كنحسبوا قدام الحاجة المخاوف تاعنا ولا الشعور تاعنا قد كان كاين ياسر كل واحد عنده اسطوار في حياته كرونيكا هذه علمتني حاجة اللي نخلق كرونيكا هي المرض المزمن هي الحياة عاود دخلت البلاك بوكس تاعي كما نسميها البلاك بوكس هي لا شومبر تاعي كحلة كحلة ما عنديش سواقة في البيت اليوم ما ندير راني ارشيتكت بس انا عنديش سواقة بلاك بوكس قلت لها بعد ما شاركت في حاجة حاجة علمتني باني احترم اي شعور كاين في حياتي اي انسان ضعيف اي انسان مختلف عليا في الافكار اي انسان علمتني حاجه يسموها السلوك الثقافي السلوك الثقافي نحاول نعطيكم اختصار مفيد عليه في العصور الوسطى كانت الافكار والنشاط الاجتماعي
نثني على حاجة واحدة وهي الدين. بعد في القرون في القرن التاسع عشر جات حاجة اللي هي الهوية. في الهوية أنه كل ننتمي لهوية واحدة اللي هي الهوية الجزائرية مثلا. في العصر العولمة صارت حاجة اسمها المواطنة. أنا نجم نكون مواطن شامي جزائري بأفكاري بتوجهاتي بالعقد تاعي لا ديبريسيون تاعي. نجم نكون عربي جزائري نحترم مع بعضنا في أسلوب الحوار. أنا عندي معتقدات وأنت لازم يكون عندك معتقدات ونحترموها. الجرم الكام هو مخيم الشباب الجزائري، مخيم من تلقى البسكري كما نعرف تاعنا مريدة مع قبيلة الزول وزريقارة يتلقى فيها الأرابوفون الذي عنده ثقافة عربية كما أنا ثقافة عربية يعني مع الإنسان لي فرانكوفون نيل في العرب ما نجمش يكومونيكي إلا بحاجة واحدة اسمها اللغة الفرنسية مش عيب. يتلقى فيها لي زونغلوفون أخي نتلاقاو ونعيشوا حياة واحدة لمدة 5 أيام. حياة واحدة لمدة 5 أيام نجم تبدلك وتنجم تعلمك حاجة واحدة أنها تقبل الآخر مهما يكون. تعلمك عشان بس كان معانا ديجا مالجري أنا ما كانش عندي بروبلام مش حسيت لوتر كما يكون. مفيد رجعت بعد الجرم الكام حكيت لي لا ديبرسيون اوسي ديما كاينه دونك عملت عليها عادي حتى صرت من مود الفيزا. لازم تحكي معايا باش نشوفوا في حوايج ما كناش شايفينهم ولا حاجات كنا مغمضين عينينا مش ناس نشوفوهم مش ناس نشوفوا التنوع الثقافي اللي عندنا. لهنا بديت نكتب على حاجه اسمها السلوك الثقافي. السلوك الثقافي هو الحكايات اللي كانت تحكيهم لنا جداتنا من قبل، هما اللي ربوا لنا الافكار تاعنا، هما هو الحاجه اللي تنجم تبدل لك سلوك ونمط المعيشه تاعك في الحياه. الحقيقة بعدها عدت نشوف الصومبرة تاعي كي معك عدت نشوف بلي كل شخص هو حكاية نجم نكتب عليها، كل شخص هو لوحة فنية نجم نرسمها، كل شعور كنت مخبيه نجم نخرجه فاسيلمون بلا ما نحرج حتى واحد بلا ما نتحرج هنا بلا ما نخاف. في الأخير ما نحن نقول لكم لا شكرا لا أزدوت النوم لا تنمير كما شفتوا الدراسة عندنا ما شاء الله الثقافة تاعنا واسعة إسونسيال. رسالتي الوحيدة كنت نتعلموا أن ثقافتنا هي الحل، هي الحل لكل المشاكل اللي رانا نعيشوها، هي الحل لكل الصراعات لكل تعصب رانا نعيشوه. كان تعصب بس حكاية عنده الحل اللي هو ثقافة. شكرا.